أخيرا وأخيرا وافق النوخذة. وافق؟ يا سلام، بس لا تنسى إنه ما وافق العقب أكثر من 20 محاولة. الحمد لله إنه وافق. إيه والله الحمد لله. وأخيرا أخيرا يا ابن خالي بنروح، والأحلى بنروح باكر. متى تجي باكر؟ باكر. هلا جاري، وش احواله؟ جين الحمد لله. اوه طاسة، وش فيها هالمرة بعد؟ فتيت. اوه يا سلام، الله يخليكم يا احلى جيران. بالعافية عليكم. الله يعافيك، سلم عليهم. ها الله يسلم. من هذا المكان ومن قريتنا الحلوة قررنا نروح إلى سطح القمر، نستكشف ونجيب كل شيء جديد، وإن شاء الله تتكلل مهمتنا بالنجاح. طبعاً هذا الإنجاز والجهد بفضل النوخذة. إن شاء الله هذه الرحلة تحقق الإنجاز اللي تفتخر فيه قريتنا. يلا نشوفكم على خير. روحوا الله وياكم. 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 هلا 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 بشباب قريتنا، اعتمدين عليكم. جاهزين؟ جاهزين. مضبوطين؟ مضبوطين. سمعوا، هذه بدلات الفضاء، تاخذونهم وتروحون الغرفه ديك. شوفوا هذيك الغرفه، تبدلون وتجون هني. سمعتون؟ ان شاء الله. يلا الله معك. هلا برواد الفضاء، ابطال قريتنا. والله صراحه رواد فضاء. الحين عندكم شغله، تاخذون الكهفيه وتاخذون الخبر، تاخذونهم وتنكم على المركبه الفضائيه. انتبهوا، نبغي اخبار زينه. مستعدين؟ مستعدين. جاهزين؟ جاهزين. يلا الله وياكم. روحوا الله وياكم. يا سلام، أنا قايلة بروح وياهم من البداية. أنا من البداية ما قلت لهم، لأن أعرف ما بيوافقون. أما وإحنا متى بيجدارنا عشان نركب الصاروخ؟ جدي تفكر هذه لعبة بتلعب فيها؟ هذا صاروخ. إي جدي لعبة حلوة، متى بنركب؟ أهم يصير خير يا ولدي، يصير خير. ومتى بيوصلون؟ هذا إذا وصلوا إلى زحل وما زحلقوا للأرض بيتصلوا. لا تطنز عاد على الجاهل، إذا كبرت يا ولدي بعدين بتفهم. هلو هلو. هلا هلا. لا ظهر انت بتدعم لي النجم وبتقلبني. انا مو تعيد، امس طلع علينا نيزك افتريت عنه، وانت خبر خير. انا قايل ما نجيب لنا دريول علشان احنا نتفرغ للاستكشافات. وياك دريول لا تخاف. باين. المهم باقي كم علينا ونوصل للقمر؟ احنا الحين على خط 88، قطعنا 24 ساعه، باقي علينا 48 ساعة 35 دقيقة 16 ثانية. انتبه لا تضيع اللفة اللي توديك القمر. هلو.
الو. هلا 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 هلا، مرحبا. ها اموركم طيبه؟ حي الله النوخذه، امورنا تمام التمام. احنا فخورين بكم يا ابطال، فخورين. ان شاء الله يا طويل العمر، وما نكون احنا اول قريه توصل القمر. اي ان شاء الله، ان شاء الله بنكون احنا اول قريه توصل القمر، وانا واثق من هالشيء. باقي عليهم ساعات قليله ويوصلون القمر. قلت لكم قبل ما يفكرون يروحون القمر خلا نرتب رحله قبلهم، ما طاوعتوني. قريتهم متعاونين مع بعضهم البعض وشطار. لا مو شطار، يعني احنا ما عندنا ناس شطار؟ دولاك اصحاب علم ومثقفين. احنا بعد اصحاب علم. الحين خلنا نروح نشوف اخبارهم، يمكن نزلوا القمر. استعداد حول استعداد للنزول. استعداد ابلش ابلش، رحنا بدحلبين. نزلنا نزلنا نزلنا. نخبركم بأن رواد الفضاء وصلوا إلى القمر بالنجاح. رواد الفضاء وصلوا. أبشركم يا أخوان، الجماعة وصلوا القمر. وصلنا القمر، وصلنا القمر، وصلنا القمر. وبهالمناسبة راح أوزع عليكم حلوة مجان وعلى حسابي. ايش عليكم من هالهريج؟ وانت من وين جايب هالحكي؟ عندك دليل؟ مستحيل يوصلون للقمر، هذا الشيء ما يستوي. انت خلك نايم. بلا هريج منك، عاد وصلوا القمر، وصلوا بيتكم. هذه مشكلة اللي ما يتثقف. يقول لك عقب ما يستكشفون القمر بيروحون المريخ. اما هذه عودة، عاد هم خلي يخلصون من استكشاف الارض بعدين يروحون المريخ والبربيخ. ثقف روحك شوي، ترى العلم زين. العلم اللي فيه هرار ومرار ما ننبي، خلي ليكم يا المثقفين. على الهواك قول اللي بتقوله. اكيد على الهواي، عجل على الهواكو. انت تدري وش يبون من هالهريج؟ يبون يتحكمون فيكم وتعوا عاد. شوف اللي قدامك، حيزة غريبة، يعني في أحد وصل قبلنا؟ وشكلهم بحاحير بعد. لا 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 لا، ما في أحد وصل. عجل هالحيزة من وين جت؟ خل عنك هالحيزة وحط في بالك إحنا الوحيدين اللي وصلنا. عجل خلنا نواصل الاستكشاف وبعدين نرجع للحيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اللي بقول ليه قبل لا أنسى سؤال يسلح نفسه، قول. أولاد عمك راحوا القمر. بالضبط. إذا صار هلال وين بيروحون؟ ها؟ هذا السؤال لا تسألني يا هنا، إذا تبي الجواب بالضبط سأل المختار. ليش ما جبت الجهاز؟ وهالكاميرا اللي على ظهري؟ الحين شلون نتصل ليهم؟ خلك منهم، إذا رجعنا المركبة نتصل ليهم. يلا يلا. Thank you.
الاتصال بالأبطال، فقدنا الاتصال بالأبطال. حتى إشعار المركبة أشوفه مختفي. أنا حاولت أتواصل مع رمز المركبة، أشوفه موجود. رمز المركبة موجود؟ يعني في أمل، في أمل. إي نعم طويل العمر، الأمل موجود. الحمد لله ريحتون قلوبنا، ريحتون قلوبنا. بحاول مرة ثانية. ألو ألو ألو، ها طمنونا عنكم، وش أخباركم؟ وين رحتوا عننا؟ اسمح لنا يا طويل العمر، كنا في طلعة استكشاف ونسينا التلفون في المركبة. جيبي جيبي أبي أكلمه. لحظة هل يا طويل العمر أطمنكم، اكتشفنا أشياء واجد في القمر. اي اكتشفنا احجار ناريه، اكتشفنا اشياء تلمع كذي مثل الالماس. اجيب منهم ان شاء الله، اكيد راح نجيب منهم. ايه ان شاء الله راح نجيب عينه. اسمع هاكو عندكم الفلوبي، كل شيء حفظوا فيه. ايه لا تنسوا شيء مهم جدا. عافي عليهم ولاد عمتي، صدق من صغرهم وهم يحبون الفضاء. صح، أنا أتذكرهم يحبون القيادة في كل لعبة نلعبها. إي والله أذكرهم عدل، كانوا يبون يطيرون من سنين، حلم وتحقق. سؤالي يسدح نفسه، قول الحين هم وش يسوون في القمر بالضبط؟ بالضبط أنا ما أدري، بس خبري يتمشون على القمر. زين، وبعد ما يتمشون وش بيسمون؟ هالأسئلة مو تسألني إياها أنا، اسأل المختار. صح بالضبط. ألو. هلا وغلا. هلا برواد الفضاء. هلا انتي وش اخبارش؟ دام انتون بخير احنا بخير. الحمد لله احنا بخير، بس كم يوم قنقن راسنا ما نمنع عدل، بس احنا بخير. الحمد لله. اعطيني الوالد اذا موجود. اي ابوك موجود. لحظه ولدي صدقه. هلا ولدي، خلف ابوي، وش اخباركم على سطح القمر؟ تمام ومشتاق لكم يا ابوي. انتوا رفعتوا راسنا فوق. راسي مرفوع لانك انت ابوي. الله يخليك يا خلف ابوي، احنا مشتاقين لكم واجد، مشتاقين. واحنا بعد مشتاقين لكم. اسمع ابوي، بولع عليك ليت المركبه وشوف مبين عندكم لو لا. قصدك ويش؟ اطالع القمر؟ وينه؟ برا؟ جاي. ولدي اكو، انا طلعت برا ولع بشوف. ها شفته؟ ايه كأني اشوف لون الليت الازرق. لا لون ابيض. ها عجل، يمكن هذا واحد في المريخ، لان اللي اشوفه ليت ازرق. المهم اهم شي انتون بخير. يلا ابوي اتحملوا بروحكم، نخليكم عشان نكمل استكشافاتنا. اقول وسلم على ولد خالتك واجد. زينه سلم عليك الوالد. الله يسلمه ان شاء الله. يلا ابوي فامان الله. يلا منور، اثنين شاي. تم. مرحبا. اهلا وسهلا. بسألك، جماعة الفضاء صار لهم شهرين ولا الحين في القمر؟ والله الجماعة قالوا لي 6 شهور وبنرجع. يعني بيرجعون بعد العيد. بالضبط. يعني باقي ليهم 4 شهور. بالضبط. سؤال يسدح نفسه، الصاروخ يوم انطلق فز بيرجع نفس السرعة فز؟ والله هذا السؤال ما تسألني إياه أنا، نسأل الجماعة لما يرجعون. بالضبط. بابا حبيبي تغذيت؟ إيه أبويه،
وانت تغديت؟ اي بابا انا تغديت، بس احنا غدان مو مجبوس وبرياني، احنا غدان كبسولة. ابوي متى بتوديني القمر؟ ما على بابا، اذا رجعنا من القمر باوديك. انتم في القمر عندكم ليل ونهار؟ حول مستعدين للنزول للأرض؟ بس لا تنسون الفلوبي، ايه ضروري لا تنسون انكم بترفعون راس قريتنا واهاليها، بترفعون راس طاس الفضائية. اي نعم، قوموا شوف بعيونك. وين اقوم؟ رواد الفضاء نزلوا واحنا رايحين نشوفهم. والله قاصين عليكم انتون مصدقين. تقوم قوم وشوف بعيونه ايش الهريج. ترى احنا بنروح، تحب تجيالنا حياك، ما تحب كيفك. روح روح روح. نمشي نمشي نمشي. يا هلا بمن حضر، يا هلا بمن حضر اللي جون من القمر. يا هلا بمن حضر، يا هلا بمن حضر اللي جون من القمر. يا هلا بمن حضر اللي جون من القمر. يا هلا بمن حضر اللي جون من القمر. ايش الهريج. يا هلا بمن حضر، يا هلا بمن حضر. شنو اهم الاستكشافات الحين؟ مو وقته، خلونا نرتاح لنا شوي وعقب نقول لكم كل الاستكشافات. ممكن نعرف؟ خلاص قال لك بعدين. ايش فيك؟ خلاص يا جماعة قالوا لكم خلاص، الرواد تعابت وهم جايين من القمر. ها شوف. يا هلا بمن حضر، يا هلا بمن حضر اللي جون من القمر. يا هلا بمن حضر، يا هلا بمن حضر اللي جون من القمر. يا هلا بمن حضر اللي جون من القمر. الحمد لله، بس كانت المهمة صعبة جدا وفي نفس الوقت كانت سهلة جدا. عاد هالمرة ودونا وياكم، مو تقصون علينا. ابويه وانا متى بيجي دوري؟ مو كله ممنوع ممنوع، انا بعد بروح القمر وياكم. وين تروحين ويانا؟ لاحقت اني ارض وسماء. هلا هلا بالابطال. هلا هلا طويل العمر. في البداية ونيابة عن وكالة طاس الفضائية وعن جميع أهالي القرية، نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ما قدمتموه من هذا الجهد الكبير. هذا واجبنا، قريتنا تستاهل نعليها أعلى المراتب. الله يرفع شانكم، الله يرفع شانكم. بسأل الفلوبي وين وديتونه؟ نأخذ يسأل وين الفلوبي؟ قول له قول له حطيته في بيت المركبة. في البيتي في البيتي. فتشنا كل المركبة ما حصلنا أي شيء. وين وديتوه؟ ما يصير. شو تقول؟ إحنا متأكدين مخلينه في البيتي. نعم. تعرف إن هالرحلة هذه كلفنا عليها مئات الدنانير، تضيع بهالسهولة؟ مو مقبول. الفلوبي ضاع علينا، شو نقول لباقي القرى؟ نقول لهم ضيعناه؟ قولي لنا ناخذ لا يعصب، ما نروح مرة ثانية القمر. اي نعم، ولا يهمك، احنا مستعدين نرجع القمر مرة ثانية. اسمعوا، من بكرة شدون اغراضكم ويلا على القمر مباشر. الا تامر عليه. ما ابغي عذر. ابشر، تم، ولا تزعل. حاضر. خلاص أبشركم بنروح القمر. هلا أبوي، خلاص قررنا. هالمرة وش قررتون؟ تروحون عطارده؟ شوفوا إذا ناويين تروحون عطارد اشتر لي عطر من هناك، وإذا بتروحون المشتري اشتر لي أي شيء على ذوقك، بس إذا بتروحون المريخ
لا تنساني بجي وياكم عشان تمرخوني. لا، ما نروح القمر وما نوديك ويانا. القمر؟ ويش وديني القمر أنا؟ خلوني أنا في البحر هنا أحسن لي. طاوعني يا أبوي وتعال ويانا. أنت تقول كذي يعني؟ إي نعم، ولينا الشرف. سجل وياكم عجل. القمر 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 القمر. عفي عليهم، صدق شطار. هذه المرة الثانية اللي يروحون فيها للقمر. شوف، احنا لازم نتعاون وياهم عشان نوصل. بس تم. وش هالتأخير؟ احنا نحارسكم علشان نروح القمر. خففي صوتك. اكل ثياب وبرستهم. والاكل برسته. ليكون عبالكم رايحين عذاري، احنا رايحين الفضاء. لا احد يتحرك الحين، احنا في الصاروخ. في الصاروخ؟ اي صاروخ؟ هدوء هدوء. وش هست؟ لأن إذا تحركتون الصاروخ بيطيح. وبعد صاروخ؟ خفض صوتك خفض صوتك. وش هس؟ إلى متى يعني منقعد هني؟ 6 شهور، مدة رحلة الفضاء 6 شهور. في الحجرة؟ خففي صوتك. إي والمعلم والأشغال؟ خففي صوتك. الحين انتم في الفضاء، ما في طلعة. لا بقول لكم، الخال وين راح؟ تملل وطلع. بيفضحنا الخال. وش هاست؟ الحين بنبند الليتات، ما بأي صوت ولا أي حركة. هذه أوامر النوخدة. إلى متى يعني؟ سكتي! خففوا صوتكم خففوا صوتكم.